طيب شفت الفيديو اللي اتسرب لك وانت فرح شعبي وقاعد في ازايز بيره ورقاصه وكلام من انت اتفرجت عليه؟ لا الفيديو ولا بس لا ما شفتوش؟ لا بس انا عاده بحضر معظم الافراح الشعبيه. طب ما حدش قال لك؟ مش مهم، ده كان فرح اخويا اساسا. كان فرح اخوك. وما زلت بحضر افراح شعبيه والناس بتفرح جدا لما بتعزمني. انا لسه كنت فرح في ناس سمن ابن واحد صديقي، وقد ايه كانوا مبسوطين وقد ايه كانوا فرحانين. واحنا احنا كمصريين بنحتفل كده يعني. ما تلاقي برضو في افراح ممكن تبقى في فنادق خمس نجوم وفيها حاجات انيل من كده. احنا بنعمل فرح بنلم فيه اهلنا واصحابنا وقرايبنا ونتبسط. واعتقد انا عملت فرح لبنتي برضو اعمله كده، اعمله في حي شعبي. طب المشروبات اللي بتكون موجوده بتتقلوا فيها ممكن توصل لدرجه ان انت بتغيب عن الوعي وممكن لا ممكن تعمل حاجات معايا الفرح الجاي نشوف الموضوع نغيب عن الوعي ده ولا منغيبش. احنا بيبقى افراحنا فيها رقص خيل وادب خيل وبهجه وغنى، حاجه جميله قوي هتتبسط لما تيجي. طيب انا في عندي ثلاث كتب، ابيض واحمر واسود. لو اخترت كتاب تكتب فيه حياتك وتملى بيه كل لياليك، هتختار انهي كتاب؟ هو احلى حاجه في ثلاث الوان دول هم بيرمزوا لعالم مصر، ف بس احنا مش جايبينهم عشان علم هشترك مصر. هشترك في الثلاثه يعني، هكتب شويه في الابيض في الحاجات اللطيفه، في الاحمر الحاجات اللي فيها بقى حب وفيها دم، والاسود الحاجات اللي بتمنى ان هي ما ترجعش تاني يا رب. بس اكتر كتاب هتكتب فيه ايه؟ انهي لون؟ الابيض. الابيض. استنونا بعد الفاصل.